هما لي كفر لي صوبت به تكرهوها الصالي بقات شتي كي جاب نتي جا زوين بنات السلام عليكم كي دايرين بخير لاباس عليكم بخير هاد لي كفر هادو خاصكم تبعوا الفيديو تاع الاخر باش تشوفوا باش تصايبوا يلا معايا للكوزينه باش تشوفوا المقادير المقادير بساط وغادي يعجبكم بزاف يلا تبعوني للكوزينه عامل الكريب ديالنا درت ليهم انا سكر كلاصي شتك لي جاو جاو زوينين ما شاء الله يلا وبنان بارك الله وصلنا البيت تقولي بالمقادير الحقيقيين السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم غندير معكم واحد الوصفه سهله بزاف عندنا هنايا هدي كرواسها بقات ليا ما بغيتش اللوحه وغنوري لكم اش غديروا بها تنجيب واحد الخلاط كنقطعوها كنقطعها في هذا الخلاط هذا صليو على الحبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد كنجيب واحد البيضه كنجيب واحد الكاس تاع الحليب كنخمر ندير جوج كيسان تاع الحليب وغنخلط كلشي مونيليكس غنخلط كلشي وغنتلاقى معكم البنات شوفوا هاش درت اليوم شتي شتي زدت بيهم كي جاو جاو هنا مزويناتهم معمركم تلوحو شتي جاو واعرين هانتو دابا كيطيبو بعد غيطيبو غادي نحيدهم ونوريهم ليكم باقيين كيطيبو ديرهم في لاباري ديال لي كوفر وكتب كيخرجوا بحال الا درتي القمح الكفر بالقمح الفيديو ديال اليوم سهله وهاهما لي كفر اللي قلت لكم باش صايبتهم ايوا هذا هو الفيديو تاع اليوم ولا فيديو اخر ان شاء الله